كابو. احنا طبعا انتهينا في محبس الدفن وهنبدأ دلوقتي معانا بخلاط المطبخ. طبعا احنا نظفنا كده حوالينا، هتلاقي فيه طبعا بتاع السيراميك زي ما انت شايف، المفروض ان هو كان بينفك كده بعد ما نخلص وننضف ايه الاسمنت بالزيادة، بس هو سابه هنشيله بالراحة كده بالشاكوش. سنة مفكت كده وشكل صغير بقى مش شايفين، عشان نعرف نقفل الخلاط وفي نفس الوقت نعرف نحل ايه طلب الاختبار ده. طبعا المحبس كان مقفول وفي ضغط في المواسير، انا لسه ما ركبتش حاجه عشان انا كنت مطلع الهواء منها، ان في ضغط هواء. نبدا بتركيب البصيه او الكرنك. الكرنك زي ما احنا شايفين اهو، او القصية اللي بنظبط بيها مسافة الخلاط لو الفتحة مش مظبوطة معانا. نلف كده ستوب زي ما احنا شايفين.